مارست ختان الإناث عندنا في الصومال اليوم ليس فيه لا سنية وليس فيه لا فرعونية، بل نرى أنه الطرائق التي تمارس فيه بقطع وبتر الأعضاء التناسلية للبنت الصومالية اليوم ويمارسه بعض القابلات ومن لا علم لهم في هذا الشأن فإنه ضرر محض. فلذلك ندعو سلاطين القبائل وندعو أعيان القبائل وندعو المشايخ المعتبرين الذين يعلمون أن هذه الممارسة بالطريقة التي تتم فيها اليوم لا صلة لها بالدين، نريد ونطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم صوتا عاليا حكيما شريعا وينضموا إلينا، وحتى يبينوا للمجتمع أن هذا الأمر أبعد ما يكون عن سماحة الدين الإسلامي. والطامة الكبرى أنه ترتبط هذه الممارسة بالدين الإسلامي.